أما الذي يدخل في الصلاة يبدأ يشتغل فيما هو فيه. دائما إذا دخلنا في الصلاة كل واحد يشتغل في الصلاة بمهنته، الذي يؤلف يبدأ يؤلف، والذي يبيع يبدأ يبيع، وكل واحد يبدأ الشيطان يذكر بماذا. ولذلك يقال إن أبا حنيفة جاءه رجل وقال له أنا عندي كنز عظيم ودفنته في مكان ونسيته، قال له ماذا أفعل؟ قال له روح صلي 100 ركعة. فلما دخل في الصلاة وصلى ركعتين ذكره الشيطان بمكان الكنز، فقطع الصلاة وراح يجري لكي لا ينسى. وقال له جزاك الله خير يا أبا حنيفة، كيف أنت عرفت؟ قال لأن نعلم أن الشيطان عدو، وأمور الدنيا بالنسبة للآخرة خفيف، والشيطان لا يذكرك لا يتركك تصلي 100 ركعة.